اهلا وسهلا ومرحبا بكم. عدد جديد من الحصاد نفتحوه معكم اليوم الاربعاء 25 نوفمبر 2020. عميد المحامين سي ابراهيم بودربالة يطلق اليوم صيحه فزع ويطالب العقلاء من القضاة باش يتدخلوا لانهاء ما سماه بالعبث لانقاذ السلطه القضائيه من الانهيار. احدى تمظهرات هذه الازمه الاتهامات المتبادله بين أعلى هرم السلطة القضائية بعد تسريبات واتهامات خطيرة بين الرئيس الأول لمحكمة التعقيب ووكيل الجمهورية. أشنية حقيقة هذه الاتهامات؟ أشنية خطورتها؟ شكون يقف وراها؟ هل القضاء مخترق اليوم من جهات حزبية؟ كيفاش نكرسوا استقلالية القضاء؟ دونك هذا هو تقريبا الموضوع الثاني أو الموضوع الجزء الثاني من الحصاد. أما في الجزء الأول باش نتناولوا بالتحليل الاحتجاجات الاجتماعية اللي أصبحت ظاهرة مقلقة اليوم في تونس، احتجاجات طالت الجهات والقطاعات ووقفة الإنتاج في وقت تعاني فيه المالية العمومية من صعوبات كبيرة وتسجل الميزانية عجز غير مسبوق، بل أنه البعض يرى أن الدولة تسير بسرعة كبيرة نحو حافة الانهيار. دوافع الاحتجاجات هذه، هل نحن على مشارف ثورة شعبية ثانية؟ أشكون الجهات اللي تقف وراء هذه الاحتجاجات؟ أشنية مسؤولية الحكومة؟ وهل هي قادرة على إطفاء جذوتها؟ أشنو هو مستقبل الدولة في ظل التراخي اللي تعاني منه؟ تقريبا هذه جملة المواضيع اللي شطرحها وباش يرافقني اليوم، يسعدني باش يكون معايا كل من السيد مراد اليعقوبي الأستاذ الجامعي، مرحبا بك سي مراد. بيك عايش مشكور. والباحث الجامعي والنقابي سي عبد الرحمن الهذلي، مرحبا بك سي عبد الرحمن. أيضا يلتحق بنا أستاذ علم الاجتماع في الجامعة التونسية سي بالعيد ولاد عبد الله. قبل ما نبداو التحليل والنقاش وكالعادة نشوفوا التقرير ثم نعود، تفضل. ترزح فيه بلادنا تحت أزمة اقتصادية وسياسية عمقت آثارها جائحة كورونا، تتسع رقعة الاحتجاجات الاجتماعية في عدد من الولايات، فيما أعلنت عدة نقابات ومرافق شن سلسلة من الإضرابات تنديدا بالأوضاع الاجتماعية والمهنية وسياسة المماطلة التي تنتهجها الدولة. احتجاجات وإضرابات امتدت رقعتها وقد تزيد من تأزم الوضع ومن صعوبة عمل حكومة المشيشي حسب خبراء، فنجاح اعتصام الكمور بولاية تطاوين الذي انتهى بتنفيذ جملة من المطالب فتح الباب على مصراعيه لمحتجين من عديد الولايات الأخرى لانتزاع مطالبها عبر التهديد بغلق حقول الإنتاج. احتجاج بالمنطقة الصناعية بولاية جابس للمطالبة بالتشغيل والتنمية تسبب في شلل تام للمجمع الكيميائي التونسي وللمؤسسات المنتصبة بالمنطقة الصناعية، ما أدى إلى تعطل إنتاج قوارير الغاز وتزويد ولاية الجنوب بها، ومن بينها صفاقس التي لجأ مواطنوها منذ أسبوع للطهي على الحطب، واصطف مواطنوها أمام محطات التزود بالوقود للظفري بقارورة غاز. كما تعطل إنتاج البترول بحقل قيبة بمعتمدية طينة من ولاية صفاقس بسبب اعتصام عدد من المحتجين على خلفية مطالبتهم بالتشغيل. الاحتجاجات شملت أيضا ولاية باجة التي تشهد اليوم إضرابا عاما، ومن المنتظر أن تنسج ولاية القيروان على منواله يوم 3 ديسمبر، فيما قام شباب القصرين والصخيرة بإغلاق فانة البترول، ومن المنتظر أن تمتد الاحتجاجات إلى ولاية جندوبة وسليانة وسيدي بوزيد التي شهدت ليلة ساخنة يوم أمس الثلاثاء انتهت بمواجهات بين قوات الأمن ومحتجين يطالبون بالتشغيل والتنمية. الإضرابات لم تشمل الجهات المحرومة فحسب، بل شملت قطاعات متنوعة من بينها القضاء الذي أعلن الإضراب لمدة 10 أيام متتالية، وأعوان العدلية والفنانين والقيمين الذين دخلوا في اعتصام مفتوح بداية الأسبوع الجاري. نقابة الصحفيين بدورها دخلت في سلسلة من التحركات الاحتجاجية بداية من 23 نوفمبر الجاري تنديدا بما وصفته بسياسة المماطلة التي تمارسها الحكومة في تفعيل الاتفاقية المشتركة بهدف تحسين وضعية الصحفيين. يذكر أن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أكد أن نسق التحركات الاحتجاجية شهد تصاعدا ليبلغ أكثر من 6500 تحرك احتجاجي منذ بداية السنة حتى نهاية الشهر الماضي، 86% منها تنزع نحو العنف، مما يضاعف حدة المخاوف بخصوص مدى قدرة الحكومة على تطويق الاحتقان الاجتماعي.
إذن مرحبا بكم من جديد. خلينا نبدا معك سي عبد الرحمن. اولا احتجاجات كبيره اليوم في عدد من الجهات تتوسع الميدان تاعها، ما نجموش نقولوا انها انطلقت بعد اتفاقيه الكامور كما يذهب البعض، لانه كي نشوفوا احصائيه المنتدى الاقتصادي والاجتماعي نشوفوا انه ثم ارتفاع حتى في عدد الاحتجاجات في شهر اكتوبر ب 16% تقريبا. اذا شنو ربما دوافع هذه الاحتجاجات؟ هل هي فعلا تنمويه؟ هل قلق الشعب التونسي؟ هل ايس الشعب التونسي بعد 10 سنين من الثوره؟ بسم الله الرحمن الرحيم وشكرا للدعوة. في الحقيقة المسألة ليست آنية ظرفية، هي ممتدة، هي مسألة معناها معقدة كذلك، مسألة تتداخل فيها معناها أبعاد عديدة. طبعا فيها المطالب الحقيقية أو اللي هي عندها شرعية، واللي هي الناس اللي كانت أمالها مرتفعة من الثورة، بمعنى الناس اللي هي كانت تنتظر أن الثورة باش تحسن لها وضعها، أنها باش تخرجها من الوضع القديم اللي ثارت عليه، الناس البطالة، الناس اللي هي مستوى عيشها متردي، الناس اللي معناها كانت عندها أمال، علقت أمال كبيرة على الثورة، فجأة تلقى أنه بعد 10 سنين تقريبا الوضع ما تغيرش، وربما زاد ساء، خاصة أنه نسب البطالة وزاد تعكرت الأوضاع، معناها الوضعية الاقتصادية الحالية المرتبطة بالوضع الصحي، هذا كورونا اللي ضرب وخلق أزمة عالمية، زادت تعقدت الأوضاع المحلية. دونك هذا نجم نقولوا الجانب الأول اللي هو جانب فيه شيء من الشرعية. لكن الإشكال طبعا تعرف كذلك اللي احنا أزمتنا ماهيش فقط أزمة تاع مطالب شرعية، ثم كذلك جانب آخر اللي هو مرتبط بالتجاذبات السياسية. احنا بعد الثورة ثم جملة من الفاعلين السياسيين، وتقريبا الفاعلين هذوما يخدموا على 180 درجة مختلفين. معناها كل واحد وين يجبد. واحد يعتبر روحه اذا هو سليل الثوره، اذا يقول ندفع القدام وعلى اساس انه يتقدم بالوضع، على اساس انه المطلب الاساسي اللي هو الحريه وتكريس معناها تغيير النظام نحو اكثر انفتاح على مختلف المكونات تاع الشعب، وطرف اخر يعتبر روحه او يستمد شرعيته هو من نوع من المقارنه بين الوضع الجديد والوضع القديم، هو يعتبر روحه انه هو الرجوع للقديم ربما افضل ينقذ البلاد والى اخره. فهذا طبعا له تبعات انه يتداخل مع الوضع اللي هو المطلب الشرعي، اللي هو المطلب نتاع الانسان معناها ولد الشعب نقولوا احنا، اللي هو مطلبه معناها بسيط فقط تحسين وضعه. نحب نفهم منك باش تزيد توضح لي اكثر، شنو معناها انه الاحتجاجات ربما فيها محل تجاذب؟ يعني ثم جهات ترى انت انه توقف هذه الاحتجاجات؟ مش توقف، تولي نقولوا احنا اما في جانب منها توقف او هي تركب، معناها نقولوا احنا تدخل على الخط. تدخل على الخط وتعتبر انه هو معناها الدفع بهذه الاحتجاجات الى الاقصى وعدم عقلانتها يخدم مشروعها السياسي. نعم. هو سي مراد الاحتجاجات هذه تقريبا استبغت بصبغه اخرى في المده الاخيره، هو تسكير ولا غلق مصادر الانتاج، ولا يعني ولينا عن كلمه ولات تقريبا دارجه هي تسكير الفانا، ولينا نسكروا في فانت الغاز، نسكروا في فانت البترول، فالفوسفات الى اخره. اليوم الاحتجاجات تقريبا شهدت نوع من التصعيد العنيف في تسكير مواقع الانتاج. نستاذنك ساعه عن امكانيا نتفاعلوا على الفكره اللي فاتت فيما يخص ربط يعني بعض الاحتجاجات بردود فعل سياسيه او واقع سياسي متازم او صراعات سياسيه. هذا ليس خاص بتونس، وهذا ثابت من الثوابت، يعني على الذي يمارس السياسة أو يمارس الحكم أن يضعه في اعتباره. يعني في العالم كل نرى ما وين ثم أزمة الدولة تحاول، الحزب الحاكم يعني الحاكمون في الدولة يحاولون تقديم حلول، والمعارضة دائما تنتقص من ذلك، وبالتالي هذا أصبح ثابتا من الثوابت ولا يبرر بأي حال أنه تتج أنه معناها يعني التخفيض من قيمة هذه يعني الاحتجاجات وغيرها في تحليل أسبابها بعد توا نجيوها. لكن أنت سألتي توا على المظهر هذايا هو التسكير وغيره. في الواقع التسكير هذايا هو ردة فعل طبيعية، راها ماهيش ليست مستغربة على سياسة قديمة وسياسة ممتدة وسابقة حتى ما يسمى بالأنظمة الوطنية، سابقة حتى على بورقيبة. ثم تفاوت جهوي، ثم تفاوت حكمته الجغرافيا واخر حكمته السياسه واخر حكمه التاريخ، وبالتالي التفاوت هذايا خلى انه ظاهريا هناك وحده وطنيه، ولكن في الواقع لا وجود لوحده وطنيه. ورينا برشا امثله في الامثله على المستوى الاقتصادي الاجتماعي على مستوى التحركات السياسيه اللي الناس تعبر تقول معناها الناس تقول لك شنو علاقتي انا بتونس وقت اللي راه مناطق
مفضله بالنسبه لي على اي مستوى تتصوره، مثلا في على مستوى مقاومه جائحه الكورونا، تلقى الاسره الطبيه المخصصه للانعاش كلها موجوده في مناطق معينه والدواخل فيها صفر سرير. مثلا على مستوى كليات الطب، يعني الكليات التي تعتبر يعني للدراسه يعني جامعيه، فنلقاها موجوده في مناطق دون اخرى، وغيرها من يعني من الخدمات وغيرها. فهذا شكل قاعده للاختلاف الاجتماعي والاختلاف الجهوي الذي نحاول دائما ان نغطيه بشعارات الوحده الوطنيه والكلنا توانسه وغيره، لكن الواقع يبين يوم بعد يوم ان بالوضع هذاك لن نكون تونسيون يعني متشابهين، ثم فرق كبير بيناتنا، وبالتالي لابد من مواجهه الاشكال في عمقه قبل ان يعني ما نمشيوش للجانب الظاهر. الجانب الظاهر هو عندك زوز حلول، يا ما تستجيب للمتطلبات الكل، هذا غير ممكن بالوضع الحالي نتاع البلاد، غير ممكن، يا ما تمارس العنف، وكلاهما غير ممكن. هو رجعت بينا التالي برشا سي مراد، ونرجع ربما هو تفسير عميق لهذه الاحتجاجات. خلينا نشوفوا سوسيولوجيا مع سي بالعيد هذه التحركات. هو نورمالمون في السوسيولوجيا تحديد اي ظاهره يستلزم اولا تحديد خصائصها. خلينا نفهم هذه الاحتجاجات في تقديرك سي بالعيد، هل هي تحركات عفويه؟ هل هي تحركات مفتعله؟ هل هي حركة عفوية تنزع نحو التنظم؟ يعني كيفاش ربما تفسرها وتقراها اجتماعيا وسوسيولوجيا؟ أولا شكرا على الاستضافة. بالطبيعة نحن ماش بيختلفوا على اللي سبق من الحديث، ولكن لازم نحط المسألة في إطارها، لأن المسألة في إطارها أحيانا قد تكون الإشكالية هي مسألة حوكمة وإدارة الشأن العام. ناس زي من انطلاقا من الثورة بعد الثورة تتعلم في الحجامة في روسليتم، إذا بمعنى أنت تعمل اتفاقيات تبريها قطاعية مع إطارات تربوية أو قضاة أو عمال حظائر أو قيمين عامين أو قيمين أو أي أو صحفيين أو غيره، تمضي اتفاقيات وأنت تعرف جيدا أنك لن تدوم طويلا. إذن ما يفسر هذه الاحتجاجات هي الأرضية الصعبة اللي حكوا عليها الزملاء من واقع اقتصادي واجتماعي هش يرجع إلى فترة ما قبل ما يسمى بناء الدولة الحديثة من الاستقلال ويجا. معنا بعض الملاحظات نسقوها أنه تقريبا التوانسة يتشاركون جميعا في الهم، يتشاركون جميعا في الإشكاليات، وحتى بعض أن ما ثم تونس وثم تونس أخرى، لأن برشا ناس تتفرج فينا سواء عربيا وحتى في بعض المناطق الأخرى وحتى في تونس عندنا بعض المعلومات الخاطئة، لأن أحيانا لو كانت تشوف الترتيب على مستوى الفقر تلقى المهدية على سبيل المثال في المرتبة 9، تلقى ولاية سوسة يعني هذه المدينة التي نوعا ما هذه الولاية الساحلية فيها ترتيب 13 على مستوى الفقر وهو الجدول الأمامي. إذن بمعنى أن أنت تسأل روحك سؤال، هل أنا ولاية القيروان التي هي الأولى بمعدل الفقر يعني هي ولاية فقيرة ما فيهاش حد شيء وبالتالي نهزوا أهلنا في القيروان ونجيبهم بلاصة أخرى، ما أنها ولاية غير مدروسة وبالتالي ما عندناش قدرة. وذاك عش قلتك أنا ترجع الإشكالية بالأساس في رأيي الخاص هي مسألة حوكمة ومسألة ناس قادرين على تغيير هذا الواقع، تعطي برشا مطالب. وذاك علاش هناك تو حاليا من يقول بوجود أزمة ثقة، لو كان يمشي لهم أي وزير تو مع أي مجموعة يقول نعمل معك اتفاقية في 2024 تأخذ يقولوا لا تو، لأنك أنت ثاني بعض الأخطاء وفي بعض المنابر الأخرى كان عندنا حديث مع من شارك حتى في احتجاز الكامور وفي المفاوضات، ويقال بأن يتنجم تمشوا أي ولاية من الولايات عندها مشاريع تحضر المشاريع هنا جاي. السؤال يطرح نفسه هو ما مندوبيه الفلاحة اش تعمل، ومندوبيه السياحة اش تعمل، ومندوبيه التعليم اش تعمل، ولا بي وكانت نظم الاستثمارات الصناعية اش تعمل. إذن إشكاليات كبيرة، ساعات في إشكالية عقارية بسيطة جدا باش تسوي لها الوضعية نتاعها تحير حتى توصل للسنترال ويقعد بثلاث أربع سنوات، يعني ثم شكون عامل دراسات مشاريع تقعد له ترخيص على مستوى الإدارة المركزية هنا في تونس بعد أربع خمس سنوات وما يتعملش. نرجع سي بالعيد لطبيعة هذه الاحتجاجات، تراها أنت هي ثم جزء تفسيرات. نعم. ثم تفسير يبدو ناخذوه بشكل عفوي، هي ردود فعل لواقع اقتصادي واجتماعي ومعيشي متأزم. اللي رفع شعار في الثورة التشغيل يستحق يا عصابة السراق، قال روحه هو بطال وممكن زاد ولده ولا بطأ. وزاد مع هذه الجائحة التي حتى في ظاهرها جائحة جماعية، في باطنها لم يكن هناك عدالة اجتماعية.
الذين نوعا ما يتبكوا اكثر هم الناس اللي عبوا من من من, من 56 وجلتوا شركات تخدم من 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 السبعينات ومن الثمانينات وتمي اخذت برشا امتيازات وحوافز كيما النزل وكيما 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 جاوا تو نقوا اللي هو يخدم حزام ولا هو يدفع في الضريبه. نقول الانسان هو بذكرك سي بالعيد للشعار نتاع اللي ترفع ايامات الثوره كانك تحب تقول انه ربما هذه الاحتجاجات هي مسار كامل في لحظه انطلقت في لحظه معينه وتمتد الى اليوم. هذا الجزء الاول. هذا المسار الاول العفوي التحليلي العفوي العادي. ولكن نقولها بصدق هناك من يراهن على هذه الاحتجاجات لقلب الطاوله من جديد وخاصه الذين يفكرون في انتخابات مبكره. سنكون المسألة ببساطة قلناها برشا مرات وثم قلناها راو ساعات ثم ناس تلعب بالنار تلعب بالنار لأن هذه الثورة سوف لن تكون شبيهة بالثورة اللي تعدت لأن هذه الثورة ستكون نوعا ما جارفة حارقة الناس كل ثم ناس تتصور يقول كان فرصتي تو نجم نقولها بكل صدق. الذين يساندون السيد رئيس قيس سعيد هم أحيانا البعض منهم يرى أن هذه فرصة مناسبة لقلب الطاولة وحتى اليوم يقول الذين يبكون على الأطلال وهم حتى في السونداج دوبينيو هم حاليا عندهم تمركز تموقع تو قد يخسرونه في المراحل القادمة وبالتالي فرصتي تو أنا اللي لو كانت تتعمل انتخابات وبالتالي نجو احتجاجات وقت نشوف احتجاجاتنا في الكامور مع تأييدنا المطلق لكل هذه الاحتجاجات وعلى هذه المطلبية الاجتماعية وأنا زرت تطاوين ونعرف الواقع جيدا في هذه الولايات ولكن ساعات نستغرب أنا كسوسيولوج شكون يوصل في الماء شكون يوصل في الغذاء وشكون يوصل في العباد وشكون يمشي وعلاش بعض الاحتجاجات الاخرى ما دامتش طويلا في ساعه وتنفضت لان ما ثماش شكون يساندوها. هنا سؤال يطرحوا هل هناك رجال اعمال يحبوا الواقع يتاجج برشا وهل هناك ناس تحب الفوضى تعم هل هناك سياسيين يحبوا الخارطه تتقلب من جديد. هذا الوجه الثاني. سي مراد شو رايك في هذا التحليل انه اطراف سياسيه تقف قد تقف ولا قد تاجج هذه الاوضاع لصالحها؟ انت قلت مشروع انه الاحزاب السياسيه انه تستغل مثل هذه الظروف. هو عادي أما مش طبيعي. طبيعي أن يفكر جميع في المصلحة العامة ولكن عمليا عندما تكون سياسيا نحكي على الواقع لا يمكن أن تفكر في المصلحة العامة تقريبا لا يمكن معناه عمليا وبالتالي منتظر من الأحزاب الأخرى أن ترغب مثلا حكي هنا على رئيس قيس سعيد من حقه أن يحاول من حقه أن يحاول هو في السلطة التنفيذية هو يعمل الدولة. في السياسي من حقه أن يخالف إذا كان أنت ماكش عامل منظومة للحفاظ على النظام السياسي متاعك إذا كان ما عندكش نظام اقتراع يضمن أن الحكومة تتوجد أو المجموعة الحاكمة تتوجد يكون عندها سند فعلي فأنت معرض لكل الهزات بالتالي من لا يحمي نفسه يعرض نفسه إلى الهزات. هذا الكل معناها منتظر على رجل السياسة الذي يحكم أن ينتظر ذلك. اليوم ثم أحزاب كانت ثم ناس استقلت من أحزابها رأوا القاعد يقع ظاهرة غريبة معناها هذو ما اشتحبهم يعملوا مشي وشدوا ديارهم كسياسيين سعرهم يرجعوا جاء واحد منهم رجع طبيعي لأحزاب المعارضة أن تقوم بالحكاية ذي لكن رأس السلطة التنفيذية اللي من واجب نتاعه باش يحافظ على أمن واستقرار البلاد يقوم ربما معناها تساعده هالفوضى هذه اللي صايرة هي ما تساعد حد راهو أخونا الكريم راهو ما تساعدش حتى الناس اللي قاعدين يساهموا فيها ريت الأحزاب اللي تحب تربح منها باش يخسروا اللعبة الكل فهمت هذه عقلية عليا وعلى أعدائي يا رب نتاع شمشون معناها ما عندها حتى معنى ولكن عمليا هذا ما يحدث الآن علاش خاطر البلاد في وضع غير قادر وأنا معناها بالمعطيات اللي عندي البسيطة اللي عندي نعرف أن الدولة غير قادرة على استيعاب المشاكل الاقتصادية الموجودة حاليا وحتى قبل كورونا لأنه ثم مؤسسات وطنية أساسية كما شركة الماء أو الكهرباء والغاز أو غيرهم أو معناها مؤسسات كما الكنام وغيرها عندها عاجز حقيقي والدولة أحيانا تستعير منها من أجل خلاص الموظفين. هذا قالوه وزراء راهو صحيح ما قالوش على معناها على الملأ ولكن اتقال والناس القريبة من السلطة تعرف هذا وبالتالي لا غرابة. سي عبد الرحمن البعض يرى أن هذه الاحتجاجات ما هيش نتيجة فشل هذه الحكومة ولكنها نتيجة فشل منظومة الحكم منذ 10 سنوات اللي منظومة الحكم اللي ما جرأتش وقامت بإصلاحات كبيرة ما جرأتش وبدلت ولا خمت ولا أجرت حوار لتبديل منوال التنمية اللي هو ربما عمق هالمشاكل التنموية. نزيد نضيف لك أنه مش مشكلة التنمية فقط اليوم قطاعات أخرى مضربة اليوم عنا عايشين عنا تقريبا 10 أيام بدون قضاء اليوم المنظومة القضائية الكل واقفة أيضا عنا إضراب للقيمين عنا إضراب
حربات قطاعيه على الصحافه، نهار 10 ديسمبر عندها اضراب وبدات في تحركات احتجاجيه تاعها منذ 23 نوفمبر. اذا وين ماشيين معناها بشكل هذا؟ وهل بالفعل احنا اليوم نعيشوا منظومه فشل منظومه الحكم، فشل منظومه الحكم؟ نعم شكرا. احنا في التاريخ وزملائي طبعا باحثين كذلك نفهم الاشياء بسياقها، يعني الحدث ما تفهمه كان تحطه في السياق. نعم. مش معزول. السياق يقول بأن هذه الأحداث عندها علاقة صحيح بعجز ربما على إدارة الأزمة إلى آخره، أن الناس اللي متكفلين بالملف معناها القاوا صعوبات في الإدارة ربما لقصور لشيء من القصور في ذاتهم، ولكن في نفس الوقت ما يلزمش معناها كل فاعل هو في بدوره يتعرض إلى ضغوط تخليه معناها تحاول تعطل ربما الحل يحب يعمله أو تتحكم في الحركة متاعه. المنظومة اللي جات بعد الثورة في الحقيقة العيب الأساسي نعتبره في الثورة متاعت اللي صارت في تونس هو هي أنها ثورة بلا أنياب، ثورة هما سماوه الياسمي، ثورة الياسمي، ثورة ما عندهاش وسائل باش تفعل الإرادة متاعها، ولذلك لقات أنه الناس اللي فعلا يعارضوا فيها عندها وسائل للتأثير أكثر من الناس اللي ينسبوا أنفسهم للثورة. يعني عمليا الفعل الحقيقي في الواقع هو مش للناس اللي انتخبهم الشعب باش معناها ينفذوا الاراده نتاعو، ولذلك وقت اللي تجي الناس هذوما يتولوا السلطه بمشاريع محاوله تغيير الى اخره ويلقاو انه معناها انه القرار اللي يخرج من مصدر القرار باش يوصل حتى للتنفيذ معناها تعترضوا جمله من العراقيل يوصل يا اما محرف والا حتى ما يوصلش جمله، معناها هنا تولي معناها ثم اشكال في قدرة المنظومة هذه اللي جات بعد 2011 على الفعل. وهذا طبعا في برشا حديث لأنه هنا تولي التصنيفات نتاع الثورة والثورة المضادة وشكون مع الإصلاح وشكون ضد الإصلاح إلى آخره، وتلقى أنه للأسف ثم ناس اللي هي المفروض قبل 2011 كانت تناضل من أجل الإصلاح إلى آخره، وتلقى أنه بحكم طبيعة التحالفات والمواقع وإلى آخره تلقاها مثلا أحيانا في موقع اللي أنت ما كنتش تتصور أنها توقف فيه للأسف، معناها نقولوا الكلام هذا، وتلقى أنه معناها المنظومة فعلا اللي كانت المفروض أن هي مجتمعة قبل 2011 نلقاها تفتتت واستطاعت المنظومة القديمة أنها تخترقها وتصيغ معها تحالفات جديدة بشكل أنه في الأخير نلقاها الفشل اللي نحكيوا عليه الآن. هذا مؤسف معناها. تفضل سي بلعيد. والله هو ثم أنا نأيده ما ثم بعض المسائل لازمها تتوضح ثاني. هذا المنطق التحليلي اللي احيانا عند حتى بعض السياسيين انا قابلت العديد منهم انه يقول لك خويا ما خلوناش نحكموا يا خويا ثم اعداء ثوره يجبدوا ولكن سامحني في الكلمه لا مش عندها نهار الثوره ما عندهاش نهار ولا نهارين، اذا بمعنى انه انت لما انت ما تعرفش تعين معتمد او تعين والي، لما انت ما تعرفش تعين وزير، ما تعرفش انك انت تدرس مش اهلائيه مسؤوليه ام تكليف، ام هي تشريف ام تكليف. يعني سامحني وقت يجي يقول لك انت بعيد ولد عبد الله شد وزير الصحه، لابد ان تنأى بنفسك تقول لا يا حبيبي، تقول لا لست مانيش من هذا الاختصاص، يلزمك توصل تقول لا، لانك انت مش عيب انك انت ساعات تلقى وزير مش عارف. احنا قابلنا اشخاص يتحدثوا على الدوله والتنميه والثوره ما يعرفش لا ريشيست اللي عنده في بلاده. انت عملت مؤتمر نتاع استثمار وتنميه بعد الثوره يعني بمليارات وغيره، شو جاب من عائدات قيم ايش حاجه؟ هل الناس انا عندي نفس الوثيقه اكتشفتها بصدفه، عندك دواوين تنميه تخدم لك على دي ريشيست موجودين في البلاد، رمل ورخام وفوسفات وزنك وحديد وسمان ابيض وغيره وغيره وغيره، ايه عملتش على تسويقها؟ لما تقول لي انت ولا نحمل مسؤوليه، احنا نتحدث ونقولوا ربما ما تكون يكون السيد رئيس الجمهوريه بمنأى عن ذلك، لانه ما تنساوش هو الذي اختار السيد الياس بخفاخ وسقط واختار السيد المشيشي حاليا، وحسب ما نقال ندرس عمليه التواصل يعني من اللي عين واليوم اختاره هو اليوم، ولم يكن مدرجا ضمن اي قائمه من الاحزاب السياسيه حسب المعلومات اللي عندي انا، مثل ما شكون رشحه، ولكن الاشكاليه هو اختاره وبعد ذلك جينا صعوبه على مستوى التواصل. تو حاليا ثم زوج سيناريوهات، يا اما المقربين احيانا راه يرد بالك، الاشكاليه ما تكونش في صاحب القرار، احيانا تكون البطانه او الناس اللي دايرين به او الناس اللي تفكر تقول فرصه توا اللي احنا نجموا نتحركوا في هذا المجال. اذا بمعنى انه
مسألة المؤامرة ومسألة أعداء الثورة ويجدوا بالتالي، أنا في رأيي الخاص جاتك فرصة وفرصة عديدة ومتعددة. أنا كنشوف دمج الوزارات بركة، يعني كمختص في المجال الاجتماعي وفي الإدماج وفي التنمية في بعض المجالات، يعني شيء ضحك لما تشوف أنت الإدماج المهني مع الرياضة. تقول أنت شنو معناها، شو طبيعة العلاقة لما تحذف وزارة كما وزارة التكوين والتشغيل وأنت عندك إشكالية كاملة على مستوى التشغيل وعندك إشكاليات، شنو عملت لما تعمل أنت إجراءات على تعمل قوانين تصدرها في البلد، قانون 30 جوان 2020 حول الاقتصاد الاجتماعي والتضامن، قانون المتعلق بتشغيل من طالت بطالتهم، قانون تاع التمويل التشاركي، يزرب انت شوية واعمل ما يسمى الأوامر التطبيقية. لكن سي بالعيد لابد أن نشوف السياقات اللي جات فيها المشاريع، جات في سياق تجاذبات وفي مكاسب وكذا ومكاسب سياسية، دونك مش ما ثماش جدية أصلا في التعامل حتى مع التشريع، هذه المشكلة. هذا ممكن تمظهر من تمظهرات فشل المنظومة. أنا نحكي لك على زوز مقاربات، أنت تريد أنك أنت يزمك تفعل اللي تقوله يزمك تفعله. أنا ندعو تواس أنهم يهبطوا يعني كي يحوسوا في شارع الحبيب بورقيبة بعد الخمسة التعليق تو يبكوا على تونس بأتم معنى الكلام. نعم. يبكوا عليها من حيث السلوكات، من حيث نوع من التهديد، من حيث العدوانية، حتى على مستوى بالنظر بركة تحس روحك ماكش آمن. لما تهبط إلى معقل السلطة أمام وزارة الداخلية تشوف وتلاحظ. نعم. نحن الديسوسيولوج ونلاحظوا تشوف ان الانسان ما عادش امن في الوحده تاعه، ثم اشكاليه نتاع اغتراب، يعني كاني الغريب من كان في غربته غريب قالها التوحيدي. نعم. ولكن التونسي ولا الغريب من كان في وطنه غريب، يعني يحس روحه انه هو سمح. وهنا البعض تعطيه مؤشر وتقول له راه، وقالها السيد رئيس البرلمان ثاني قال من حقه باش لما تكون عنده ثروات وطاقات انه يززه هو بعد يززه غيره. وهنا أتمنى أن يكون الرسالة تكون عفوية ما تكونش مقصودة، لأنه هذا فيه نوع من أيضا كما بقى السيد رئيس الحكومة اللي قال ليه السيد انتع أن المرسقة كامور إذا كانك باش من كملاش إيجا حل الفانة، وبعد ذلك أولت ولا نتفاوضوا معاه. أيضا ثم بعض السياسيين يلزمهم ينتبهوا برشا من المصطلحات لأنها قد توحي بتأجيج هذه الحركة. سي مراد، اليوم تقريب البلاد حسب برشا خبراء يقولوا أن البلاد على شفاء الإفلاس، انخرام في التوازنات المالية، عجز في الميزانية غير مسبوق، انخفاض موارد الدولة الجبائية نظرا لغياب ولا لفقدان النشاط الاقتصادي. هذه أوضاع مالية صعبة، الحكومة كيفاش نجم تتفاعل مع جملة هذه الاحتجاجات وهذه المطالب التنموية؟ اليوم تصدر قرارات، البارحة الأولى صدرت قرارات على قفصة، اليوم قفصة محتجة على هذه القرارات وماهيش راضية، اليوم مشات باش تحرق ولاية، دونك كيفاش نجموا احنا نحققوا هذه المطالب التنموية وقت اللي احنا ماناش قاعدين نخلقوا في الثروة بل قاعدين نسكروا في منابع الثروة؟ أنت هنا سامحني تسأل سؤال معناها لن يجيب عليه أكبر رياضيين في العالم، معناها لي ماتيماتيسيان، فهمت؟ يعني هذه هي الدائرة المفرغة، معناها هذا هو الإشكال. احنا تحدثنا برشا وديما نسمعوا فيها أنه الدولة تكاد تفلس، لكن لحد الآن لم تفلس. فعلا الدولة مواردها ضعيفة جدا وأحيانا تصل إلى حافة يعني الضعف الفادح، ولكن دائما ثم عمليات إنقاذ يعني بالاستعارات بالتلاعب شوية بالميزانية، كان واحد شهريته معناه تحاول يتصرف فيها باش كان باش شهر، هذا موجود، هذا غير صحي طبعا وغير مقبول. ولكن الإشكال أنه ظروف البلاد وإمكانياتها لا تسمح بذلك، سياسيوها غير مستعدين أنهم يفكروا في مصلحة البلاد، يعني ثم تزاحم سياسي وفما إشكالات إيديولوجية وفما خاصة الأمراض الإيديولوجية الموجودة عندنا في البلاد هذه، معناها أمراض إقصائية تقريبا ما عادش برشا دول في العالم فيها الشيء هذه. تونس معناها تكاد تصبح محمية إيديولوجية، معناها ثم ناس عقلية موزات موجودة في تونس ما نتصورش في دول أخرى، يمكن موجودة في قلب موسكو في بعض لي زابورتمون مهمشين في موسكو كالناس نتاع قبل مازالوا في عام 60، ولكن العالم قاعد يتغير. اليوم كي تبدا قدامك مشكله نتاع بطاله، انت لا تحتاج ان تكون منتمي لتيار او لاخر لتفكر في الحل نتاعها، وبالتالي العوائق في الواقع عوائق موجوده ولكن ماهيش هي العائق الحقيقي، لأنه أي عائق يمكن الوصول للحل. وإحنا رينا حتى في البشرية في مشاكل كبيرة كما أزمات دولية ولا غيرها وقع التوصل إلى حلول. إذن الإشكال هو في التعاطي متاع من يحكم. اليوم أنا نتساءل علاش الحكومة تضطر تعطي وعود وبعدين ما تنجمش تنفذها، خاطر فما عقلية بعدي أنا فليحدث الطوفان،
معناها الحكومة تجي ماشية تعطي وعود غير قادرة هي على تنفيذها وتعطيها مواعيد معينة على أساس عقلية غدوة يرحم ربي، وبالطبيعة اللي باش يجي بعده باش يلقى روحه مورد. مثلا اتفاقية الكامور والوعود هذه سابقة للحكومة هذه، والحكومة الأخرى كيف كيف حضرت اللي قبلها والأخرى حضرت اللي قبلها. العقلية هذه نتاع التسيير معناه يعتبر رواحهم، هو تسيير ليس للبلد، هو تسيير لسير حكومته فقط، بعدين بعد حكومته هو يعمل الله. هذايا من أكبر العوائق اللي تخلي اليوم مضطرة الحكومات أنها ديما تمشي تهرب إلى وعود غير قادرة على تنفيذها. نعم. اللي يتورط فيها واحد آخر ذي ريناها راهو في على مستوى كبير، معناها حكومات كبيرة. نعم. رينا هذي بدأ من البراتيك من 2011 سيدي، في 2011 بعد الانتخابات اليوم وغدوة أمضيت اتفاقيات دولية عندها مدة طويلة تنتظر. علاش أمضيت غدا بالضبط؟ خاطر ثم مكالمات، والبلاد مكالمات من الخارج نقصد، معناها البلاد خاضعة داخليا الباترونات الفساد معناه، وخارجيا أيضا خاضعة لقوى متاع استغلال واضح. البنوك الدولية وغيرها هي لصوص دوليون، وبالتالي هدف متاعهم هو ابتزاز فائض القيمة الموجود اللي ينجو فيه التوانس. كما تلقى صاحب المعمل يبتز في الفائض اللي ينجو فيه العمال من غير ما يمكنهم، من غير ما يسجلهم في الكنام، من غير ما يوفر لهم الدواء. هذا كل شيء يوفر يخلي السلسلة الكاملة كلها بداء من العامل أو المواطن البسيط حتىكش للزعيم أو الحاكم السياسي الكلهم قاعدين ما يشوفوا الأمور وكلهم معرضين للخطر في انتظار. نعم. إذا كان ما يقعش الانتباه لهذا معناها الكارثة. نحن لحظات قبل ربي يستر على كل حال. سي عبد الرحمن، التعاطي الحكومي مع الأزمة تحس كأنه الحكومة تخدم كرجل أطفاء، معناته حسب فهمت من كلام سي مراد أنه الحكومة تطفي وين تقع مشكلة تحاول أن تطفيها دون أن القيام بإصلاحات جذرية قادرة أنها توقف جملة الاحتجاجات وهالمطلبية المشتة. تفكر معايا أنها أخذت قرارات لصالح القضاة رفضوها واعتبرها قرارات أحادية ومن باب إطفاء الحرائق حتى قالها عميد المحامين. شنو رأيك ربما في التعاطي الحكومي مع هذه الاحتجاجات؟ الحكومة هذه حكومة ضرورة وقت اللي جيت، ما هيش حكومة معناها متاع فكروا فيها بكدا ومعناها مدروسة وجات بقى. لا، احنا من الانتخابات اللي صار في 2019 في الحقيقه التعاطي السياسي نتاع القوى السياسيه مع الوضع في البلاد خلينا نقولها لا يشرف التوانسه، معناها لم يكن هناك تعامل عقلاني فيه درجه من الوعي والوطنيه بشكل انه تتحط مصلحه البلاد قبل مصلحه الاحزاب. اللي شفناه هو انه ناس مركي في البنطوات على بعضها مصلحه البلاد. النتيجه شنو؟ حكومة أولى ما تشكلتش دونك تاعت، الحكومة الثانية تشكلت تاع سي الفخفاخ، بعدها فترة ما طولتش رغم اللي هي كانت معناها فيها أمل كبير، وكانت التوافق اللي صار بين الأحزاب كانت معناها عندها درجة من الفاعلية على مستوى الواقع، كانت نجم تاخذ قرارات لو أنه معناها ما صارت شكل نتاع مشكلة التضارب المصالح إلى آخره. بعد نلقاو رواحنا في قبل التكليف أي بعد لقينا رواحنا في الحكومة هذه اللي هي حكومة ضرورة متاع إنقاذ الوضع قبل ما كذا، وفيها حسابات كما قال زميلي معناها بين الرئاسة وبين الحكومة وإلى آخره، معناها في إطار كما قلنا العركة متاع أسكن خلوا النظام ولا نبدلوا. هذه الإشكالية كبيرة. في النهاية نلقاو روحنا بحكومة تسميت حكومة كفاءات، ولكن عمليا اللي نشوف فيه هنا وزراء ضعاف، وسواء على مستوى الحضور على مستوى الطريق التعاطي. لكن تمشي معايا انه ربما انه المشيشي يدفع في ثمن الخيارات الفاشله للحكومات اللي سبقته، وربما حتى الخيارات نتاعهم، والتلاعب حتى بمؤشرات العامه، معناها نحكيو على تلاعب بالارقام في ميزانيات سابقه، معناها ربما أيه. المشيشي اليوم عنده 3 شهور مازال ما كملهمش، واليوم الاحتجاجات في كل مكان. هو يدفع ضريبه، هو معناها قبل مهمه في ميسيون امبوسيبل كناش بنقولوا، معناها في وضعيه صعيبه، وهو قبل معناها الحكم في نفس الوقت بالستاف اللي معاه ماهوش بالكاليبر نتاع باش يواجه الازمه اللي هي موجوده في البلاد. في نفس الوقت المحيط اللي داير به ماهوش يساعد فيه بالدرجه اللي لازم يساعده باش يوفر له طريقه الخروج من الازمه. دونك المساله معقده، ماشي مسؤوليه الحكومه وحدها. الحكومه صحيح انا نعتبرها ضعيفه، لكن في نفس الوقت المحيط اللي يخدم مع الحكومه هذه ماهوش متجانس، ماهوش على نفس الموجه، كل واحد يجبد الجهة، الناس تحب تنجح، الناس تحب تفشل. أصلا المؤسسات الرئيسية رأس الدولة، الثلاثة مؤسسات الرئيسية متاع رأس الدولة هي في حد ذاتها مش متناسقة، تحس اللي ثم كل واحد عنده مشروع في جهة
إذا وقت اللي تولي في مشاريع متجاذبة ما تنجمش تطلب من حكومة حتى ولو تكون أحسن حكومة ما تنجمش تنجح. والدليل على ذلك أنه حتى حكومة فخفاخ رغم اللي هي كانت مهيئة باش تنجم معناها تاخذ نقولوا احنا خطوات وإجراءات ناجعة على مستوى الأزمة وممكن كانت تنجم تدفع البلاد نحو وضعيات أحسن. لا ومست ملفات حقيقية، نذكر على سبيل المثال ملفات الفساد دخلت بلايس اللي هي صعبة شوي وربما هذاك من الأشياء اللي خليتها تطيح. لكن وقت اللي تطيح مثلا حكومة بالشكل هذاك وتجيب حكومة أخرى ما تنجمش تطلب منها أنها معناها فعلا تواجه أزمة بالعمق اللي احنا متاع في الوضع اللي احنا فيه. وانت نقادي سي عبد الرحمن نشوفش ان احنا ماشيين لا كجانفي اللي يخوف معنا لي شتاء ساخن. ها انا هنا ترجعني الحديث بديته ما كملتوش الحديث على السياق. الاحداث اللي نشوف فيها الان وقت اللي نربطها انا عندي 17 ديسمبر و14 جانفي ونربطها في نفس الوقت معناها بتجارب سابقه وكانه عندنا ثم حاجه دوريه تتكرر ربما لقيناها احنا اللي عشنا وقت اللي كنا في الشباب نتاعنا في اخر السبعينات وبدايه الثمانينات كنا نعتبره 26 جانفي معناتها الناس تقول معدل مخاخ على 26 جانفي باش يصير لانه وقتها الازمه كانت خانقه وكل مره نقول 26 جانفي هو الحل. دونك احنا نشوفوا هنا حتى في وضعنا الحالي من سنوات واحنا نشوفوا انه كل وين يقرب الموعد تاع الثوره الا وتعاود ثم نوع من التاجيج للاوضاع حتى نوص ونلقاو ديما مخرج ويقول لك التوانسه يوصلوا الحافه وفي ساعه يخرجوا منها ويهواوا اللعب على الحافه كما يقولوا الى اخره. في كل مره نشوفوا الحدث يتكرر كل وين قرب 17 ديسمبر تطلع الاحداث توصل للجانفي ترتبط عاده بالميزانيه وتقريبا تو في السنوات الاخيره ولينا ديما عندنا مشكله في الميزانيه كل وين جونا عملوا ميزانيه نلقاو مشكله بعد نلقاو الحلول كما قال زميلي مراد نرقعوا طلع كيفاش ونعملوا حلول توافقيه ونعملوا في السياسه نكسبوا بها في السياسه نعملوا توافقات في السياسه باش نعدوا الميزانيه وبعد يجي جانفي وفجاه نلقاو احنا فتنا جانفي ما صار شيء. اسكو المره هذه فعلا الوضع هو كما السابق باش نتعدوه ولا لا؟ اللي نشوف فيه هنا الوضعيه تو اخطر شويه اخطر من الوضعيات السابقه. احنا حتى في الائتلاف اللي هو داعم للحكومه ثم مشكل يعني قلب تونس يقول لك انا مانيش باش نصوت على الميزانيه وثم وتراجع وتراجع اي وثم دفع ربما انه الميزانيه تصرف طريقه دستوريه عن طريق الرئيس والى اخره. دونك هذا حديث مخطر شويه. نعم هو مع الازمه خلينا نفتحوا هيك بعض المنابع نتاع الضوء. هو اليوم ثم دعوات للحوار ثم مبادره تقدمت الاتحاد العام التونسي للشغل قدم مبادره للحوار الاقتصادي الاجتماعي. التيار الديمقراطي قدم مبادرة لرئيس الدولة لإجراء حوار يرأسه هو ولا يشرف عليه. حركة النهضة اليوم دعات ولا أمس دعات على لسان رئيسها إلى إجراء حوار لحل حالة هذه الأزمة الاقتصادية والاجتماعية. 10 سنين تقريبا وإحنا تقريبا في نفس كل سنة نعاود نفس المعبوكة ونفس الكاسات إجراء حوار ثماشي مخرجنا من الأزمة. أترى ربما مجدي هذا الحوار ولمان الأطياف السياسية والاجتماعية والقعود على طاولة اليوم باش نلقاو هذا المخرج؟ هي مبادرات تذكر فتشكر. نعم. ولكن أنت لو عندك هيكل هابط الرائد الرسمي ومنظم اسمه المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي. نعم. شنو يعمل هذا؟ وعندك مراكز الدراسات الاستراتيجية وعندك مؤسسات بحثية تابعة الدولة وعندك السيرس وعندك غير وعنده العديد من المؤسسات. هي سامحني في الكلمة هذه المبادرات باش نقعدوا على الطاولة. إيه شو نقعدوا على الطاولة؟ نتوافقوا سياسيا. الإشكالية وين؟ وهنا عندي بعض الاختلافات البسيطة جدا. هل هي كانت حكومة ضرورة ما يراد منها أن تكون حكومة ضرورة؟ فما فرق. شو لازمنا؟ وقت اللي جات حكومة السيد حبيب الجبني ليلتها مانيش عارفين يعني بيلو فاس تتعدى ولا ما تعديش. حتى الذين رشحوا هذه الحكومة مشاو في اتجاهات أنه ربما قد تسحبوا. لما السيد رئيس الجمهورية أنا المعلومات تقول بأن لما ترشح السيد الياسر فخفاخ ونحترمه ما عندناش حتى إشكالية من ماناش نمسه في الأشخاص. البعض صرع فيما بعد أنه هو مطلع على وجود هذا تضارب المصالح. هذا الملف نتاع الفساد هالغول هذا نتاع الملف نتاع الفساد عندما تحب تحكي على مبادرة للتوافق يجب أن تكون صادقة وتكون واضحة المعالم. يعني نحلوها الملف نتاع الفساد هذا وأن يقولوا آليات وشنو معناها فساد؟ الذين يتحدثون يصفونهم بالفساد يطلعوا في منابر تلفزية ويتحدثوا على حقوق الإنسان ويتحدثوا على الآليات وغيره. إشكالية وين؟ الإشكالية إحنا ثم البعض يقول إحنا ناقصين آليات لمكافحة الفساد السي بالعيد. إحنا نعم. عندنا نصوص تشريعية مثخنة وعندنا نصوص تشريعية معناها ترسانة تشريعية لمكافحة الفساد. كل المشكلة في غياب الإرادة السياسية الحقيقية لمكافحة الفساد. ما هيش الإرادة السياسية ما أكثر الهيئات حين تعدهم وهم في النائبات قليلوا.
انتهال. احنا عندنا اكثر هيئات دستوريه وهيئات اكثر من بلدان عندها تواريخ يعني عريق في مسائل الديمقراطيه. احنا جزأنا مسائل حقوق الانسان، خونا يعرف ادرى مني وعنده تاريخ في هذا المجال، فتفتنا حقوق الانسان الى درجه الاتجار بالبشر وتعذيب وهيئات مكافحه الفساد منطقيا. هي مفروز الثوره صحيح، اما شو قد اصرفنا عليها من اموال ثاني؟ المواطن العادي اللي يتفرج فينا تو موجود في الدهماني ولا موجود في حفوز ولا موجود في مجرب العباس، اليوم في الكيف على سبيل المثال الغاز والغاز لزوز مش موجودين، يتعطاوا تحت الطاوله ديسكريتو في صفاقس. انت معديته في الفيتيير وشفتوا الوضع، صفاقس وما ادراك ما صفاقس، اللي توصل لباب الغاز ما ثماش مقطوع. ايوه تسال السؤال من اصله، كيفاش صفاقس ما عندهاش غاز دوفيل من اصله؟ يعني بمعنى انك انت كي بتحكي على بنيه تحتيه، الذين يتنقلون في تونس ويمشوا في المناطق الداخليه يعرفوا انه ياخذ طياره نحو اوروبا اقرب له من يمشي يتنقل لجنوب التونس. دونك فهمتوا انه مبادرات الحوار بالنسبه لك انت سي بالعيد ربما تكون غير مجدي. مبادرات الحوار يعملوها ما بين بعضهم، وانا نعرف ان علاقاتهم ما بين بعضهم باهيه، وشفت البرلمان ويتحدثون مع بعضهم، يعني ما عندهمش اشكاليه انه السيد رئيس الجمهوريه يقول غدوه يجوا نتعشاو مع بعض. ايجوا اخويا نعملوا مبادرات اجتماعيه بسيطه، واحنا في مجتمع عربي اسلامي نجموا نتقابلوا بعض في رمضان في العيد. هيا ايجوا جماعه، شكون يلمد؟ هذيك متفاهمين، انت متلمدوا سياسيين، وهنا نتحدثوا على ثم ناس تجبد التالي وتجبد بالطبيعه باش يجبد التالي، كل ما تخطئ انت كل ما يجبد هو، كل ما تحدفوا بطوبه كل باش يحدفك هو، باش يستغل الاخطاء نتاعك. انا بالنسبه لي انا نعمل على الكفاءات الموجوده، ولأن هي كفاءات قادرة. وحتى نحكي أخونا حكى على يعني استغلال سياسي، نطمنوهم برك الأحزاب السياسية لازم يكونوا واعين، يخذوا الروح من المراية، شو نسبة الانخراط عندهم، نسبة الاستقالات من الأحزاب السياسية، عزوف الشباب على الأحزاب السياسية، علاش هذه الاحتجاجات الشعبية الموجودة ما وراهاش سياسي يركبوا عليها ركبان؟ في بعض الولايات أنا حسب المعلومات اللي عندي تم طرد النواب ما عبدوش يقلوهم مش يركبوا على هذا الحدث. إذن بمعنى ما نحبوش اتحاد الشغل أو المنظمات العريقة الموجودة والنواب والمؤسسات الموجودة تولي هي بعيدة وحركات شعبية أحيانا. خلينا نشوف مع سي مراد ربما شنو تصوروا الحلول الممكنة لهذا. احنا شخصنا الأزمة بالباهي تقريبا وفهمنا ربما طبيعتها ودوافعها وربما حتى بعض الخلفيات اللي ربما تكون وراها. اليوم شنو الحل اذا كان الحوار كما يقول السي بالعيد ربما غير مجدي، معناه لانه تحاورنا وقعدنا وساعات يكون الحوار مغشوش، شنو الحل؟ الحوار جاوزت نوبل على الحوار. الحوار يمكن يكون مجدي اما في غير هذه الشروط. يعني الحوار يكون بين ناس احرار ما عندهمش ضغوط، ناس ما همش مرتبطين بالفساد لا في السافله ولا في العاليه، لا اونامون لا اونافا. احنا ايش عندنا السياسه في تونس؟ ما تنجمش تعمل حزب سياسي بالشروط هذه، معناها ما ثماش حوار. الحوار ليس مصالحه بين زوجين او بين حبيبين، مش نمشيو نرضيو هذاك كله ريق فارغ، معناها هذاك بيع وهم لبقايا الحمقى في الـ في الـ في الكره الارضيه، ما عندوش حتى ربع معنى، ما عندوش حتى معنى. اذا كان المسؤول السياسي ماهوش قادر ياخذ قرارات بمعزل عن ضغط المال الفاسد وبمعزل عن ضغط التدخلات الإقليمية والدولية وبمعزل عن ضغط التحالفات الإيديولوجية اللي هي خارجة من أعماق التاريخ، هالمسؤول ذي ما نجمش يقدم. علاش؟ خاطر ما عندوش الوسائل باش يفرض الحاجة اللي لازمها تتفرض، لأن الحلول واضحة، معناها الحلول على مستوى تقني نقصد واضحة ما فيهاش، ولكن ما عندناش ناس أحرار. راو ثم ناس وزراء ما همش قادرين يعملوا تصريح يتهموا فيه جهات معينة، خاطر غدوة يعرف ما يتعين وزير إلا ما ترضى عليه، يا فرنسا يا أمريكا يا جونسيكوا، ثم ناس باش لازم ترضى عليه. في الواقع هذا خلينا نكون عمليين، ما عادش نجموا نحكيوا على حوار. إذا كان أنت تكون في بلاصة سي هشام المشيشي في الوضعية اللي تشوف فيها توا، وتقريبا الناس كل متفقين على التشخيص، وأنت متبع توا في قانون المالية التكميلي، مشروع قانون المالية التكميلي وميزانية 2021، في هالظروف هذه وبالإمكانيات الموجودة، شنو ربما القرارات تنجم تاخذها؟ قرارات ترقيعيه ما نجمش يحل الاشكال تماما. مثلا في الازمه هذا هو باش نتواصلوا في الواقع هذايا، الحلول لازمها تكون جذريه، ولكن مش ممكن يتوجد حزب سياسي يقوم بالحلول الصحيحه لان تبعاتها السياسيه غاليه جدا. كي باش تاخذ حلول واجراءات حارقه انت باش تحمل مسؤوليتها، ولكن الناس كل تعرف ان هذيك هي الحلول الصحيحه. هذه وقتاش يجي نحكي لك من ناحيه التاريخ، مش خارج تونس اصل اكثر من
من تونس نحكي بيجي بعد جوائح كبرى بعد حروب تجي حكومات تقول لهم رانا معنا حتى فرنك يا ناس الكلنا باش نتحملوا وكلهم يعرفوا وكلهم قابلين باش يتحملوا. نحن في مجتمع اي ناس الكل طبعا مش واحد يتكلم ب 46 مليار و50 مليار. انا قلت بعد حرب تقول لي مش انا نحكي لك في الوضع المش لا هذا اللي قاعد يصير. انت تحكي على ما هو حادث صحيح. انا نحكي لك على امكانيات الحلول. ما فماش ناس مستعده تتحمل التبعات السياسيه للاجراءات الصحيحه وهي انه مقاومه مش مقاومه الفساد برك اقتلاع الفساد وهذا ممكن يلزموا بعض الـ يعني الحده وبعض الجراه اقتلاع المال السياسي تنحيه جمله المال السياسي. علاش؟ خاطر اللي يوصل للبرلمان هو نفسه يوصله صاحب الشركه هو يوصلوا صاحب رأس المال. دونك هذا يصيرك الزواج المحرم المعروف اللي يخليهم ينسقوا مع بعضهم في آخر الأمر كل أحزاب كي غيرها. وحتى النظام اللي حدث فينا عليه السيد الرئيس راهو معناها أصل ما أنا واحد من الناس ما نسمع عاد نناقشه معناها لا يناقش لأنه ما عادش عنده موقع في التاريخ لملي أقليات وجهات تنتخب. معناها هذا خطاب حالم خطاب إيديولوجي قديم جرب ولم ينجح. وهاتي اللي كانت نجم تجرب وليزي لا يمكن أن نمنع أي شخص يجرب اللي يحب. يا أخي امتلك قاعدة شعبية وفرض رأيك ما دام ما عندكش الرأي شد دارك واسكت ولا اكتب اكتب فقط وانشر كما الشعراء ينشرون ما يريدون كيف كيف ثم سياسيين تنجم سياسيين يكتبوا اللي يحبوا والناس خليها تقرأ وتقبل ولا ترفض. الحل هو في أخذ إجراءات صارمة هذا غير ممكن بالنسبة للأحزاب الموجودة لأنها عندها ارتباطات في الداخل والخارج وعندها سامحوني بالفرنسي دي كونت اغونتر ثم نوع من الالتزامات الخفيه قاعده تنفذ فيها وبالتالي ما تنجمش تكون حره للاسف. سي عبد الرحمن شو رايك انت ربما في الحلول المقترحه قبل ما نعدي وزاد ثم بعض اللحظات المضيئه الواحد اللي كي يشوفهم ربما ينتعش في لحظه من اللحظات ونشوفوا بعتالي فيديو لهذه اللحظه اللي ربما في العتمه هذه تظهر كنقطه ضوء. تفضل. حلول مقترحه اللي هي المبادرات نتاع الحوار مثلا اي هذه الاساسه لانه يعني ما ثمش حلول اخرى تو حلول هي معناها كيفاش نعديوها العقبه اللي احنا فيها كيفاش نتعديوها كيفاش نخرجوا منها واللي هو فيها في الحقيقه معناها تصور سياسي فقط معناها مش تصور شامل لحد الان. ثم ازمه اجنا نتلموا خلينا نشوفوا كيفاش نحاولوا نعالجوها. حتى في اللبنان وفي الحوار ثم ازمه لانه تو بداوا يحكيوا على شكون يدير هالحوار هل يديروا رئيس مجلس النواب الشعب ام يديروا رئيس الجمهوريه ام شكون الجهه اللي ربما تدير. دونك الصراعات ديجا بداتي معناها صحيح ديجا هي ثم اشكال شكون صاحب المبادره الاتحاد الشغل رئاسه الجمهوريه كذا شنو هو الطرف اللي معناها يكون هو زعما الجامع للجميع والمقبول من الجميع الى اخره. الاشكاليه احنا في شوف معناها الان ثم مستوى يلزم الناس الكل توصل له. نعم. اللي هو انه البلاد هذه نتاع الناس الكل. دونك ثم مصلحه وطنيه يلزم نخدموا عليها. وانه معناها ضربين الطرف الاخر اللي هو يختلف معاك معناها اذا كان تتصور انك انت باش توصل تنقذ البلاد بضرب طرف اخر راهو هذا في الحقيقه تصور خاطئ. وهذا ما عطاش نتيجه لانه تيلت قبل 2011 كان من طرف قوي يتحكم في الدوله وفي اجهزه الدوله الكل وحاول يصفي المعارضين نتاعو في الاخر شنو الخينا؟ 60 سنة من المعاناة من الضحايا من إلى آخره و2011 جاءت ثورة طيرت القديم وهاو كان الناس الضحايا رجعوا إلى آخره. سعد الرحمن هذا ممكن توا شنو هو؟ ممكن إقناع الناس الكل أنها ما تلغيش بعضها هذه توا هي معناها فيها صعوبة. علاش الأزمة باقية هي؟ مثال سي مراد خلينا لا لا علاش الأزمة باقية هي؟ لأنه معناها برغم المشاكل اللي صارت التو ما اقتنعوش أنه هو مش ممكن اقتلاع أنه طرف في ناحية طرف آخر التو ما اقتنعوش وهذه إشكالية. علاش أنا قلت لك راني عندي خايبة من الطبقة السياسية الموجودة لأن فعلا معناها ما وصلتش إلى درجة النضج اللي هي تفهم رأي البلاد. نحب نختم معك في تعليق بسيط لهالفيديو خلينا نشوفه ثم نعود. نعم.
بالفعل مشاهد منعشة إن شاء الله فيلكم عند صغاركم كما يقولوا. خلينا نختم معك تقريبا في 10 ثواني لين على نشرة الأخبار. هي في الحقيقة هي حركة رمزية مع زميلنا هذا أستاذ سيري ذا وهبي اللي هو أستاذ فيزياء في معهد الحريرية 2 من مندوبية تونس 2 للتربية. وصل سنة التقاعد، احنا نقولوا باش نرفعوا من مثلا نقولوا هو ارتقى في شرف المهنة، خاطر كلمة ما نحبوش كلمة إحالة لأن فيها نوعا ما من داك احنا نقولوا لا، احنا نقولوا ارتقى في شرف المهنة. وحبينا حركة رمزية في الحقيقة هي إرجاع قيمة المربي. نعم. أن المربي فعلا تولى هذا وصل ل 150 ألف مشاهدة تقريبا في 4 أيام. نعم. دونك يوريك اللي التونسي مازال يعطي قيمة للعلم. واضح، شكرا لك سي عبد الرحمن الهذي الباحث الجامعي والنقابي، شكرا لك سي مراد يعقوب الأستاذ الجامعي بارك الله فيك على كل الإضافات، شكرا لك سي بالعيد ولاد عبد الله أستاذ علم الاجتماع في الجامعة التونسية. نشرة الأخبار ثم نعود لمواصلة الجزء الثاني من برنامجنا. الموضوع الثاني كما قلت هو المنظومة القضائية، وضيفنا هو السيد عبد الرؤوف العيادي. إذا نتقابل بعد نشرة الأخبار، إلى اللقاء. مرحبا بكم من جديد في الجزء الثاني من الحصاد. عميد المحامين يطلق اليوم في ندوة صحفية صيحة فزع ويطالب العقلاء من القضاة بالتدخل لإنهاء العبث الحاصل، حسب تعبيره العبث الحاصل لإنقاذ السلطة القضائية من الانهيار. أحد تمظهرات هذه الأزمة الاتهامات المتبادلة بين أعلى هرم السلطة القضائية بعد تسريبات واتهامات خطيرة بين الرئيس الأول لمحكمة التعقيب ووكيل الجمهورية. شنية حقيقة هذه الاتهامات؟ شنية خطورتها؟ شكون ربما يقف وراها؟ هل القضاء مخترق اليوم من جهات حزبية؟ كيفاش نكرسوا استقلالية حقيقية للقضاء؟ لمناقشة هذا الموضوع يسعدني باش يكون معايا الحقوقي ورئيس حركة وفاء السيد عبد الرؤوف العيادي. مرحبا بك سي عبد الرؤوف، شرفتنا. آخر مستجدات الأزمة القضائية، الأزمة اللي تشهدها المنظومة القضائية في التقرير التالي ثم نعود للنقاش، تفضل. على خلفية تسريبات خطيرة وصادمة من شأنها أن تمس من هيبة القضاء وجملة من الاتهامات التي تداولتها وسائل الأعلام وصفحات التواصل الاجتماعي، قرر مجلس القضاء العدلي خلال جلسته المنعقدة أمس الثلاثاء رفع الحصانة القضائية عن الرئيس الأول لمحكمة التعقيب الطيب الراشد في ملف واحد من مجموع 3 ملفات دون الالتفات لمطلب التخلي عن الحصانة المقدم من طرفه أثناء التداول في الملف وتأجيل البت في الملفين الآخرين لاستكمال الوثائق اللازمة وفق نص البلاغة. كما تم تعهيد نيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس للنظر في الغرض على أن يتم إعلام المجلس بما سيتم اتخاذه من إجراءات كمراسلة التفقدية العامة بوزارة العدل لمدها بأهم مستجدات الشكاوي المرفوعة ضد القاضيين الطيب راشد والبشير العكرمي في أجل أقصاه أسبوعان. قرار مجلس القضاء العدلي بعد فضيحة هزت أركان المنظومة القضائية، واعتبرها عميد المحامين إبراهيم بودربالة في تصريح للزيتونة أنها تمس من الأمن القومي وتهدد أركان الدولة. الموضوع يهم تسريبات خطيرة تتمثل في تبادل اتهامات بالاختلاس والرشوة والفساد واستغلال الصفة القضائية والتستر على جرائم إرهابية زادت وضعية المنظومة القضائية تعفنا وتأزما، ويطرح التساؤل من جديد حول استقلالية السلطة القضائية ومدى جدية مسار إصلاح المنظومة القضائية الذي انطلق منذ سنة 2011. الرئيس الأول لمحكمة التعقيب سارع بشكل فاجئ الجميع إلى الظهور في برنامج تلفزي وهي سابقة في تاريخ القضاء للدفاع عن نفسه، وهو ما اعتبره عدد من المراقبين ضرب لهيبة القضاء ومحاولة لتبييض صورته المهتزة وخرق للقانون باعتبار أن القضية أصبحت من أنظار القضاء ولا يجوز تناولها في وسائل الإعلام. سي عبد الرؤوف، شنو اللي صاير اليوم داخل السلطة القضائية اللي هي احدى السلطات الثلاثة اليوم؟ المرفق القضائي معطل، اضراب القضاة عندهم 10 ايام، اعتصام لاعوان العدلية، تسريبات، اتهامات خطيرة اليوم بالفساد والرشوة والتستر على جرائم الهربية، شنو اللي صاير بالضبط داخل هذه السلطة؟ بسم الله الرحمن الرحيم.
اللي حاصل اليوم يعني داخل القضاء هي مظاهر متاع تأزم، يعني أنه مردوا إلى مسار تاريخي كامل. يعني القضاء اشتغل في ظل النظام السابق كجهاز كان يعني موظف لخدمة النظام القائم، وكل من يدور في فلك النظام يعني كان يخدم مصالحهم وكان مسخر لهم. نعم. فبعد الثورة كان مطروح هو يعني عملية يعني الانتقال من قضاء النظام إلى قضاء دولة، أن القضاء يسترجع مكانته الأصلية باعتباره أنه جزء لا يتجزأ من الدولة، لأن القضاء ليس جزءا من النظام السياسي، النظام السياسي هو متغير. نعم. بينما الدولة هي ما هو ثابت من مؤسسات يعني لي. طبعا احنا الإشكال الكبير اللي كان مطروح هو إصلاح أوضاع القضاء وتقديم رؤية جديدة للقضاء ودوره الجديد في إطار دولة حقيقية، دولة اللي يشتغل فيها القضاء كمرفق يعني لفائدة الشعب، يعني بدينا مسار الإصلاح من الثورة، معناه بدينا مسار الإصلاح في الدستور السلطة مستقلة، في مسار الإصلاح بدينا في تكوين مجلس أعلى للقضاء واللي هو يعمل الحركة ونقلة القضاة. الإصلاح يعني كان رتوش قانوني، هي كان كما قلت معالجة دستورية عن طريق الدستور وبعض القوانين، ولكن القضاء كان يعني يحمل إرث ثقيل من الفساد، وهذا موقعش فتحه للملف. حتى أنت تفكر أنا كنت عضو مجلس الوطني التأسيسي وطلبت يعني تطهير القضاء، وكان شعار، كانت الناس تخرج في الشارع تطلب تطهير القضاء. تطهير بأي معنى؟ تطهير القضاء يعني أولا فتح عدة ملفات متى فساد موجودة، كانت يعني قضاة كانوا ثم قضاة تهربوا بطبيعتهم يعني. نعم. هذا يسميه محرز الهمامي وكزياد سويدان وكل لحد لما فماش راهو هربوا يعني ثم معنى القضاء كان يعني هو قضاء النظام بالأساس، يخدم أجندات النظام، يخدم مصالحه، يخدم، كان مفروض أنه يتفتح بعد سقوط يعني خلينا نقول احنا الاستبداد، كان من المفروض أن نعالج مسألة الفساد. والمسألة الفساد هذه كمنظومة يعني كيف كانت تشتغل وشكون المسؤولين فيها. هذا مقاش بالعكس، هذا اللي فشلت فيه العدالة الانتقالية نقولوا احنا في جانب من جانب. وكان تعال توا ملف من الملفات نتاع السي طيب راشد يهم العدالة الانتقالية. نعم. لأنه صار في سنة 2005 مع يعني الشقيق زوج شقيقة ليلى نفيسة بن علي هذا الحبيب بن زكير، يعني استولوا على أرض هي أرض دولة وقسموا وكل حد اخذ 3 هكتارات وعمل منهم يعني خرج منهم ديتيتر معناتها رسوم عقارية، وهذا معناها لو كان العدالة الانتقالية اخذت يعني طريقها، لأنه شقاع هو وبعد ما يسمى سياسة التوافق وقع إجهاض العدالة الانتقالية والعمل على إجهاضها. احنا ما شفنا من العدالة الانتقالية كان شوية هذاك البكائيات وشنو على كل الانتهاكات وكل وشوفوا قرارات يعني التعويض اللي ما ترجمتش في الوحدة. العدالة الانتقالية هم كانوا ديما يقولوا راهو انتقال نحو الديمقراطية، احنا قاعدين في مرحلة انتقالية، ولكن في الحقيقة أداة الانتقال أو آلية الانتقال إلى الديمقراطية أفرغت من محتواها، يعني ظهر تاني كآلية معطلة وآلية شكلية ثم وقع الانحراف بها إلى ما هو تقريبا إعلامي أكثر منه ما ينجز يعني حقيقة. سي عبد الرؤوف خلينا نرجع أولا، هل التسريبات الأخيرة اللي صارت ما بين القاضيين طيب راشد وسي بشير العكرمي علاش ظهرت تو المعلومات؟ عندكم معناها المعلومات بالتجاوزات الخطيرة اللي كان قايم بها سي طيب راشد اللي هو عضو مهم في الهيئة الوطنية، الهيئة العليا لمراقبة دستورية القوانين ورئيس الأول لمحكمة التعقيب وكان في محكمة الاستئناف، يعني رجل من أعلى السلطة الهرمية، علاش تو تخرج الملفات؟ علاش التسريبات تخرج تو؟ هو علاش خرجت الملفات؟ لأنه
السيد وكيل الجمهورية السابق يعني طلب برفع الحصانة على الرئيس الأول محكمة التعقيب اللي هو الطيب رشد عام 2000؟ لا في هذه 2020. لا طلب قبل يظهر لي حسب لا 2020 2020 طلب نعم. قبل ما يقع يعني نقلته تقع نعم. نقلته إلى وزارة العدل وهذا طبعا يعني أنا نتصور أنه الطيب رشد هو يعني يمثل خلينا نقول شبكة كاملة داخل القضاء شبكة الفساد والدليل على ذلك يعني القضاء ما زال تنخروا ملفات تنخروا ينخروا الفساد طبعا وهذا يعني كان المحامين يخرجوا حتى بيانات يعني فرع القصرين فهمني خرج بيان على على الرشوة وعلى الفساد في القضاء يعني كان يعني خلينا نقول احنا الملف هذايا ملف الفساد بالقضاء ما نجم حد يقرب له علاش لانه كان ثم حمايه سياسيه توازنات سياسيه لما عاد نداء تونس رجع طي الصفحه لقاو الطريقه امامهم وعاودوا يعني هذاكم اللي كانوا معناتها منعوتين بالصباع ومعروفين يعني هما فهمتني خدموا هو طيب راشد سي عبد الرؤوف انت معناها محامي قديم ومعنا تابعت عديد الجلسات المحاكمة نتاع المعارضين السياسيين طيب راشد كان من ضمن الناس اللي حكموا على معارضين في وقت بن علي لا يذولي هو كان في وزارة العدل كان في التفقدية نعم نرجعوا لطبيعة الخلاف بين طيب راشد والبشير العكري شوف أنا بالنسبة للسي بشير العكرمي وقع تعهيده بموجب قرار من مجلس القضاء العدلي راهو نعم وهو اللي قال له تعاهد بالملف نعم في اطار الاعمال نتاعو طلب يعني رفع الحصان عليه نعم يعني ما احنا ما المشكله هي ما نجموش نقولوا خصومه شخصيه بعد لما الاخر شاف انه اصبح مهدد هو رد الفعل وحب يسيس الامور هو يعرف اللي ملف يعني التحقيقي في خصوص الشهيدين بلعيد والبراهمي يعني كان ثم رد فعل كبير من طرف المحامين ضد السي البشير فهمتني فهو حب يستغل هذيك سيس الامور فهمتني ويعبي خلينا نقولوا احنا الاطراف اللي تنجم تقف معاه وبالدليل على ذلك هو جاء حتى الإعلام أول مرة تصير يعني نعم. قاضي يتهم بقضية ملف فساد يستنجد بالقضاء بالإعلام ويجيب الإعلام اللي معروف شفتوه أنتم في الإعلام نعم. جابوا برنامج مسجل أولا ماهوش مباشر ثم يعني كان في وضعية ذاك يعني اللي يقولوا صحيح فهمتني معناها أجوبة كلها مقتضبة وأجوبة لا تتناول يعني تفاصيل الملف أو الشبهات اللي موجهة إليه خلينا نرجع معك سي عبد الرؤوف ونفصل ونوقف شوية على الاتهامات اللي وجهها سي الرئيس الأول لمحكمة التعقيب وجه اتهامات خطيرة لسي بشير العكرمي إخفاء وإتلاف أدلة تخص قضايا إرهابية في علاقة بأحداث كبيرة عندها وقع خاص عند التونسي اللي هي في علاقة بقضية الشهيدين شكري بلعيد والبراهمي هذه الاتهامات بعض المحامين يرون أنها تتطابق مع الاتهامات التي وجهتها هيئة الدفاع عن الشهيدين البعض يرى أنه اليوم بعد الكلام اللي قاله السيد الرئيس الأول لمحكمة التعقيب عرفنا يقولوا أنه منين التسريبات اللي جات خاطر كنا قبل نسأله منين يجيبوا المحامين نتاع هيئة الدفاع في المعلومات البعض يقول أنه اليوم عرفنا أنه قد يكون الرئيس الأول لمحكمة التعقيب هو مصدر هذه المعلومات وهذه الوثائق شنو رأيك في هذا القول؟ أنا لا أستبع ذلك لأنه هو القضاء القضاء كما قلت لك كان جهاز موحد كان جهاز موحد يخدم النظام زمن بن علي نعم ولكن بعد ولا موضوع محاصصة تقريبا القضاء ولو عندنا قضاة يسميهم هذوما تابعين النهضة وهذوما قضاة تابعين نداء تونس وهذوما الجبهة الشعبية ويعني وبالاسامي معروفين معناها يدوروا الاسماء المحامين او الاوساط اللي قرب من غاديكا فالقضاء يعني تشظى ما عادش عنده وكيل وحدة اللي كان جهاز يخدم في نظام فعوض يتحول إلى قضاء دولة موحد أحزن. أي علاش لأن المشكلة أنه ملف القضاء
ما تحلش ما تطرحش لل يعني للمعالجة باعتبار أنه قضاء كان ينخروا الفساد وكان عدة مظاهر فسادية مش كان الرشوة راه مش كان الرشوة كان تم المحاكمات السياسية هذه سوء تطبيق القانون أو تعمد سوء تطبيق القانون. أنا مثلا حضرت في مع زميلتي راضية النصراوي يعني في المحكمة العسكرية وقاضي اللي هو بعد ولا رئيس أول محكمة تعقيب واللي هو تو محامي فهمتني يعني جابوا له شخص اللي من غوانتانامو معدي 7 سنوات عبد الله حاجي اسمه 7 سنوات واللي هو مسلسل في 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 قفص بعد الامريكان جابوه في طائره عسكريه وهبطوه لتونس. نعم. المحاضر ايش عندنا اللي وسطنا احنا المحاضر انه شدوه في تونس في شارع بورقيبه وانه هو قام بنشاط يعني ارهابي فحكمت عليه المحكمة العسكرية 7 سنوات أخرين معنا مادي قضي 7 سنوات ولكن اللي المشكلة وين المشكلة أنه المحامي متاعه اللي كان يمشي له لغوانتانامو اللي هو إنجليزي تقدم للمحكمة القضاء العسكري في تونس قال له أنا محامي هذا راهو جابوه من غوانتانامو يقول له أنا ما عندي شيء في الملف ويحكم عليه 7 سنين أين الضمير أين الضمير معناه ثم ناس راهو مش كان حكاية موضوع الرشوة مش كان حكاية الرشوة كانت يعني أحكام تصدر هكا يعني يصدرها قاضي مجرد من الضمير هو للإشارة أن القضية دي صارت بعد الثورة معنا تقريبا في 2012 شنية قضية عبد الله الحاج لا 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 2007 2007 نرجع معناها تو أنت تحكي سي عبد الرؤوف أن تقول أنه القضاء دونك غير مستقل معناها المنظومة القضائية ما زالت مخترقة سواء كان من الأحزاب أو من النظام القائم أي أنا أقول غير مؤهل خاطر هو نظريا بالنص هو تقريبا دستوريا هو سلطة نعم اعترفت به دستور 2014 اعترف بهم كسلطة ولكن هما في الحقيقة يمثلوا تركة متاع ديكتاتورية التركة هذيك موقعش يعني تصفيتها باش نعرفوا اش صار فيها نعرفوا اش ثم ونحملوا المسؤوليه للاطراف اللي كانت ضالعه في مسائل ملفات الفساد في تتصور انت معناتها قاضي قبل انت عميد قضاه التحقيق كان يخدم في عماد طرابلسي وانا حضرت يعني معناتها وقتها عمليه مساومه صارت مع هذا واحد شبيح هذا خدم مع عماد الطرابلسي واستنجد بينا أخته في التحقيق الثاني اللي كان فيه السويدان اللي هربته معاش موجود كان وقتها يساوم فيه هذا عميد قضاة التحقيق يقول له اقبل انت الجريمة خذها على واحد وانا توا مشكلتك مع الديوانة توا نحاولوا الملف اللي عندك مع الديوانة توا نصفيوه مساومة صارت في بيرو التحقيق اللي مش متعهد بالكل اللي هو عميد قضاء التحقيق ومن بعد هذا يولي بعد وكيل جمهورية وبعد يولي وزير عادل وبعد يولي يحب يترشح الرئاسة وحسيله نعم. يعني ظهر اللي صار الكل موقعش يعني العملية كما قال خرجت الناس وقتها في جانفي 2014 الشعب يريد تطهير القضاء عملية تطهير القضاء ما صارتش لأن أنت المعالجة هذه هي المعالجة السياسية احنا ايش عملنا معالجه قانونيه دستوريه وزاد عملوا له مجلس اعلى للقضاء طبعا هم عندهم اغلبيه والعمليه كلها القضايا يعني حتى مجلس اعلى للقضاء تنخروا السرعات السياسيه وتجنب السياسيه عملوا نقابه ولات عندهم نقابه باش يحميوا بعضهم اي عملوا نقابه باش الجمعيه يضعفوها وضعفت الجمعيه طبعا ولات هي نفسها محرجه باعتبار انه منطق القطاع ومنطقة وحدة القطاع وغيره وكل وهذا الذي يحصل أنه اللي نشاهدوه اليوم هو أن انفجرت القضايا الكبيرة يعني خلينا نقوله يعني الأمراض اللي نخرت القضاء وإحنا ما نشاهدوه اليوم هو مظاهر معناتها متى تآكل ومتى يعني انهيار القطاع
هو طبيعي ياسر انه كل سلطه تجي مهما كانت الحياديه نتاعها، كل سلطه تحاول ان تحط يدها على القضاء، لكن المشكله مش في السلطه اللي تحاول تحط يدها، المشكله في القضاء وفي شخصيه القاضي في حد نفسه. انت تشوف معايا انه السلطه القضائيه السلطه التنفيذيه في السنوات الاخيره ولا تتعين قضاة في مناصب وزاريه، وهذا ربما يمس من استقلاليه القاضي. شو رايك في هذا الموضوع؟ طبعا هو حتى في وقت الترويكا يعني الترويكا حبت تستميل القضاة ويبعثوه مستجات والبرة والخارج. لا، كان عندنا وزير في الوزير الداخلية كان القاضي فرحات الراجحي قاضي ولا لا، حتى البحيري خدم باش كون معناتها نوع من القضاة اللي هما يعني موالين ليه. أنا لعبة الموالاة يشني اللي قبل يقول هذوما عاشوا القضاة من منذ ما يسمى بالاستقلال، هما موالين للسلطة، فهمتي؟ وكان ثم صنفين، ثم المولين السلطة ثم المولين المال، أصحاب المال اللوبيات يدخلوا معاهم يدبروا في رسو يقولوا معناته. فالمسار هذية مقاش تغييره، أو الخيارات هذية الأساسية اللي قائمة على أساس أنه القضاء يخدم النظام مش يخدم الدولة، ماهوش مؤسسة تابعة الدولة وتخدم الشعب كمرفق عام. لا، ديما كل حد يحب يجبدها للنظام السياسي، يجبدها لي هو، يسخرها لي هو باش تخدمه. وسخروا وصاروا صار معناتها ان وضع القضاء قد دائما يعني قضاء موضوع محاصصه، ولا بعد الثوره موضوع محاصصه، هذو متابعين هذا المجموعه هذه ولا كنت. والدليل على ذلك انه قبل الانتخابات 2014 الكل سيبوهم جماعه التجمع اللي كانوا موقوفين الكل سيبوا بما فيهم هذا السلغاريان اللي عنده حكم انه ما يضرش في الاماكن العامه، هل تو موجود الحكم هكا ولا يمشي ولا فرد مره لا بالعداله بالمصالحه وبالوحده. يعني باش تشوف يعني القضاء حتى قيمه احكامه وكل الاحزاب عملت بان يعني تفه الاحكام نتاعو ومطولي ما عادش عندها فاعليه. كان نرجع للخلاف ما بين والتسريبات اللي صارت ما بين السيد طيب راشد وما بين سي بشير العكرمي، البعض يرى أن هناك مناورة خفية وراء تفجير هالاتهامات والتسريبات اللي تمس الهرم القضائي، وأنه ثم أطراف خفية وراء هذه العملية بكلها، معناها ثم نوع من المسرحيات اللي ربما هي سيئة الإخراج لتفجير المنظومة القضائية ولترذيلها. يعني أنا أقول هو نفسهم يعني القضاء نفسه، يعني بالنسبة للسي طيب راشد أنا نحكي راه فهمتي، ما منسوب لسي العكرمي نوع من التقصير وتعهدت به التفقدية. يبدو أن التفقدية عملت بحث في الموضوع، وطول مجلس القضاء العادي طالب يرسلها في باش تمد له المستندات. أما الموضوع الآخر كموضوع هو نموذج من القضاء اللي كان يخدم في المنظومة السابقة، منظومة الفساد يرعاها رعاية، فهمتني؟ بدليل يعني أنه هو بعد ما عنده ما باش يستنجد بالإعلام المنظومة السابقة. ولأول مرة نشوفه يعني رئيس أول محكمة تقييم هذاك على هرم على هرم السلطة القضائية يخرج يتحدث على موضوع متى فساد بالطريقه هو في هذه نفس اللقاء العلمي كيسي طيب راشد يقول اشعر كان البشير العكرمي فوق القانون والمساءله، معناه هو بيدو يتهم انه اطراف ربما بجهات اخرى قاعده تحمي ايضا في بشير العكرمي. باهي سامحني انت، هو اثار الموضوع هذا موضوع الفساد نتاع انك شريت عقارات وشريت كذا، ولكن ثم زوز قضايا تفصل فيهم في صائفه 2019 وهذه اصدر فيهم قرار بالنقض وعدم الإحالة، معناها انتهت القضية. وهي القضية هذه فيها وقع فيها اختبارات، وقيمة خلينا نقول احنا اللي ما هو راجع للدولة من استحقاقات يعني 6000 مليار، فهمتني؟ هذه قضية معناتها نجر عليها انه المجلس القضاء العدلي انه عزل زوز قضاة سمين اللي نظروا في الملف هذا. ايوه طبعا، وهذه الملف يعني مر حسب يعني في عينه الرئيس الاول محكمه التعقيب وعينه في صائفه في اوت 2019 متعب الملفات هذه المشبوهه كل حتى توقيت الحكم فيها راهو يختاروه. نعم والتحقيق انتهى
الى ادانه القاضيين هذوما واللي وقع عزلا. ولكن المشكله انك انت لما واحد يطرح عليك يقول لك انت عندك ملفات فساد، اهو منهم عقار هذا الموجود في برج السدريه، واو عندك 15 رسم عقاري، واو شريت حسب القابض، لان القابض هو اللي اعطاهم، القابض الماليه هو اللي اعطاهم العقود، عقود في ملي تشد محكمه التعقيب 18 2018 2019. المفروض انت تجاوب على هذا، نعم، مش تصرف النظر ومشكلتك كلها هي في بشير العكرمي، هو خاطر المشكله تولي تشخصها، مش تشخصها برك ولا تزيد تسيسها باش تكسب انت يعني انصار. جاوبني على بوضوح، انا الملف هذا نعرفه من 2018 عندي الملف، خذيته من هيئه الحقيقه والكرامه وملف وزعته حتى فهمتي على اعضاء مجلس القضاء، قلت له عطيت العضو فيهم قلت لهم وزعوه كيفاش هذايا ما يلزمكمش تنتخبوه رئيس اول، ورغم ذلك انتخبوه. الملف هذايا فيه بيانات يعني واضحه، يعني هذه ارض نتاع دوله، ويقوم محامي ويطلب عمل قضيه تحيين وتترفض، بعد لما يجي هو ويجي هذا رجل اخت ليلى كل شيء واللي يمشي. حتى سيجريره بعث فاكس قال يا اخويا احنا نسقطوا حقنا في اي لا سقوط حق يسميه هما شرط سقوط الحق. فهمتني؟ قال يا اخويا احنا رفعناها الشرط هذا، وبعد الحكم يتحكم في 15 جويليا، هو كانت القضيه مأخره لسبتمبر تولي تتقدم لجويليا، و15 جويلية هي تحكم ويمشي لإدارة الملكية العقارية، وإدارة الملكية العقارية ترسم مؤقتا الحكم، ولكن الحكم طلع فيه غلط يعيطوا الهيئة، والهيئة دول على ذمتهم هيئة الحكم اللي حكمت في المحكمة العقارية، وتعاود تنظر ويطلبوا من زادة المدير إدارة الملكية العقارية، قال ما نجمش هذه التنصيص على سقوط الحق يتم بصوت فاكس، يلزم شهادة وثيقة، تتعاود تجي الشهادة وثيقة، فهمتني؟ فال يعني كل بيانات الملف ومحصل فيه تدين إدانة معناها لا شك فيها ولا ما لم تدينش هو برك من المفروض تدين اطراف اخرى زاد كنت طبعا فيها. طبعا طبعا حتى وزير املاك الدوله مدان فيها، ولكن هذا كما حكيت لك قلت لك من الاول راهو لانه الملفات ما تحلتش والعداله الانتقاليه ما تناولتش قضيه كما هذه، ما ادري المفروض هذه تعدى على المحاكم المتخصصه دي. نعم، مجلس القضاء العدلي خرج بيان ورفع الحصانه على الرئيس الاول لمحكمه التعقيب سي طيب رشد، شنو هي الاثار القانونيه ربما سي عبد الرؤوف لهذا القرار؟ والله الاثار هو المفروض انه يستتبع بقرار اخر من المجلس الاعلى القضاء برا هذه، يقف عن العمل معناها مش المجلس القضاء العدلي، ثم مجلس اعلى نعم يضم ثلاثه مجالس نتاع القضاء العدلي والمالي والإداري اليوم السي بوزاخر يوسف بوزاخر السي بوزاخر نعم. هذه حسب الفصل 40 من قانون 2016 اللي ينظم المجلس الاعلى للقضاء، المجلس الاعلى للقضاء هذه يفرض انه يقع تجميد عضويته، معناها يصدر قرار في تجميده الى حين النظر في القضيه، يعني مباشرة بعد رفع الحصانة يلزم تطبيق الفصل 40 بتجميد. لابد لابد، الفصل واضح، الفقرة نتاع القانون 2016 قانون أساسي لنظم المجلس الأعلى للقضاء يقتضي توا الآن المرور إلى قرار ثاني، وهذه خطوة منتظرة في رأيك ولا رفعت الحصانة والخطوة دي منتظرة وإلا منتظرة؟ طبعا منتظرة. معنى أنت تتصور أنه ربما المجلس الأعلى للقضاء يأخذ قرار ويطبق ويفعل فصل 40 اللي كنت تحكي عليه؟ فصل 40 سي بودربالة العميد عميد المحامين اليوم في ندوة صحفية أطلق صيحة فزع حقيقية وكان مرعبا من التدهور الكبير في المنظومة القضائية، ويقول أن الوضع ينذر بالخطر والسقف سينهار على رؤوس الجميع إذا كان لم يتدارك أو اليوم يتدارك هذا الوضع. كيفاش ربما ما تشوفش أن هناك مبالغة في وصف العميد ربما لما قال السلطة القضائية؟ يعني هناك تهويل طبعا، لأن المقاربة السياسية يجب يكون هناك مقاربة سياسية، كيفاش باش نخرجوا من المسألة هذه؟ المشكلة مش في إطلاق صيحات الفزع، شنو أنه يرجعوا لرشدهم، يعني إيش معنى إيش تطلب أنت؟ إيش تطلب منهم بالضبط؟
أنا نقول بالمسألة هو أنه اللي بدا واضح توا الآن في أنه عدم يعني في فتح موضوع يعني تأهيل القضاء هو اللي خلى القضاء في الوضعية هذه في الأزمة يعني معناتها القضاء يعاني من أزمة داخلية وهذا يتحل حل سياسي حل سياسي لابد من فتح الملفات وأنا نتصور أنه نطلب زادة أن الأبحاث تكون تتخذ مجراها بصورة جدية لأنه هو لا يمثل يعني هو راه عنده شبكة كاملة يخدم معها فهمتني وهذه الشبكة لابد أن تظهر في الأبحاث فهمتني وعدة أطراف يعني في عدة قطاعات زاد أخرى وبالتالي معناتها أعتقد أنه المسألة صيحة فزع يعني صحيح هو يعني الأوضاع تدعو إلى القلق أنه مفروض سلطة متدولة لا تتعطل إذا ما ديما تشتغل وهذه حقوق الناس في الميزان يعني باعتبار أن ثم ناس موقوفين ينتظروا في المحاكمات وثم مطالب إفراج وثم كذا مش جي تدخل تلقى المحكمة كلها مخفلة هذه معناها ولكن الحل حسب رأينا هو لابد أنه تصبح القضية تتعالج بصورة يعني بطريقة سياسية أنه نشوفوا شنية مواطن الخلل وعليش هو رغم هذه المجلس على القضاء ما حلتوش المشاكل معنا قات وصلنا للصدامات هذه الداخل لأن القضية في أصلها أولا تركيبة المجلس على القضاء لابد من رجعتها أن يولي مجلس أعلى للعدل مش القضاء فهمتني ويقع تدعيمه بعدة الأطراف المشاركة في القضاء الكل منظومة الكل ومن جهة أخرى لابد أن احنا تو في المدى القريب نطرح مشكلة تأهيل القضاء لأنه القضاء صحيح عنده استقلاليته حسب الدستور ولكنه القضاء ما داوش أمراضه اللي كانت مخلفات الدكتاتورية. حاب نختم معك بموضوع سي عبد الرؤوف أنه ثم بعض الأحزاب السياسية الكتلة الديمقراطية تحديدا اليوم شكت تقريبا في أعمال هيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين برمتها باعتبار أنه تم الطعن في عضوية في أحد أعضائها الرئيسيين وهو الرئيس الأول لمحكمة التعقيب. يعني تتصور أنه ثم استتباعات قانونية اليوم لرفع الحصانة واتهام سي السيد رئيس الطيب راشد السيد رئيس الأول لمحكمة التعقيب؟ طبعا تو كل إذا كان هو وقع تو يعني إدانته وأنا نتصور إحنا عنا يعني مبدأ في القانون يقولوا الشبهة أخت الحرام يعني هو هل اللي حاصل اليوم أنه يمكن هو إذا كان وقع إدانته يعني يمكن الناس متضرة من عدة أحكام أنها من حقها أن تثير مشكلة وهذا يحل مشكلة كبيرة معنا خاصة مش حل علينا هي مشكلة كبيرة طبعا وهذا ثمن أنه عدم التعاطي بصورة جدية مع العدالة الانتقالية ومع حل ملفات الفساد فهمتني وهذا يتحمل مسؤوليته زاد القضاة أنفسهم لأنهم هم عملوا كل ما في وسعهم باش ما تقعش المحاسبة يعني كلها لخصوها في حتى وصلنا في فترة مرة يحكيوا على غربلة قال لا ما تقولوش تطهير القضاء قولوا غربلة هي قلنا لهم هات الغربلة هات حتى كسكسة فهمت ولكن ما ثم هات شيء ابقى مكان على مكان وطبعا هما القضاء هذوما راهو جزء منظومة كاملة اللي رجعت هي منظومة الفساد نتاع الدكتاتورية اللي رجعت واللي تحالفوا معها جماعه واللي مازالت لليوم تفكتش وعملوا منها الوفاق هذايا الوفاق فهم ولاو مطمئنين ومن امن العقوبه اساء الادب معروف مقوله هذه نعم شكرا لك سي عبد الرؤوف العيادي رئيس حركه وفاء الحقوقي والمحامي شكرا لكم على حسن متابعتكم نتقابل غدوه ان شاء الله في نفس التوقيت الى ذلك الحين اترككم في رعايه الله الى اللقاء